هيا بنا نكتب باللغة التركية. لنأخذ المثال التالي، أنا سوف أتعلم التركية قريبا، وضمير الدال على أنا هو بان، وأتعلم يعني أران. ثم نختار الإضافة الدالة على زمن المستقبل مع الضمير بان، وهي إيجام، لتصبح أورانجام، ثم معنى التركية وهو تركشا، ثم نختار قريبا بمعنى يقندة. وبعد ترتيب الجملة ستصبح يقندة تركشا أورانجام. ثم نأخذ المثال التالي، أنت سوف تدرس الإنجليزية السنة القادمة، سان جلجاك يل إنجليزجا تشالجا جاكسن. وأنتم أيضا اكتبوا في الردود، هو سيذهب إلى السوق غدا، بانتظار ردودكم.